من الظواهر اللافتة في العالم الإسلامي خلال هذه المرحلة وجود فئة من المواطنين في دولة ما يكون ولائهم المذهبي والديني لدولة أخرى، ليس إلى وطنهم ولكن إلى وطن آخر، وكأنه فكرة الولاء للوطن فكرة خارج الدين أو خارج الشريعة أو لا تقرها الشريعة. إيه تقييمك لهذا الأمر؟ الوطن له حقوق، وما نسميه بالمواطنة هذا أمر موجود في الإسلام، ومطلوب من المسلم أن يكون ولاؤه لهذا الوطن، ومطلوب منه أن يدافع عنه وأن يراق دمه دفاعاً عن هذا الوطن.